هذا الفيديو خاص بالتعارف سواء مع بنت او مع راجل بهدف الاستقرار والزواج. تنبغي نبين واحد الكلمه ولينا تنسمعوها بزاف، هي الصاحب. بالفرنسيه تنقولوا لها لو كونكوبيناج، لو كونكوبيناج. اما الزواج هو لو مارياج، لو مارياج. الله يرزق كل واحد الزوج او الزوجه الصالحه. اي فوالا سي بارتي. غافي دو فير فوتر كونيسونس، يعني انا سعيد. اما تنقولوها يعني بالنسبه للراجل او للمراه، يعني غافي دو فير فوتر كونيسونس، يعني انا سعيد بالمعرفه ديالك، بالمعرفه ديالكم. غافي دو فير فوتر كونيسونس. جو سوي غافي دو تو رونكونتري، نقدر نقولوها كذلك بحال هكا، يعني انا فرحان او انا فرحانه باللقاء ديالك. جو سوي غافي دو تو رونكونتري. لا رونكونتر هو اللقاء. C'est un plaisir de vous rencontrer. يعني انا تنحس بالسعاده وبالفرح منين تلاقيت معك. هذا هو المعنى، يعني انا متشرف باللقاء ديالكم. C'est un plaisir de vous rencontrer. C'est un plaisir de te rencontrer. تقدروا نقولوها بهذا الشكل هذا، يكون يعني الانسان يكون تيعرف داك الشخص، يكون تيعرفو شويه مزيان او مداصر معاه شويه او هادي. سي ان بليزير دو تو رونكونتري، يعني انا سعيد بلقياك. سي ان بليزير دو تو رونكونتري، تتقال في الفيمينا او الماسكولين يعني بحال بحال. اون ما بوكو بارلي دو فو، يعني راه سمعت بزاف ديال الهضره عليك. يعني هذا بشكل يعني باش تدخل، باش تهضر مع الانسان، يعني راه يعني باش تجبد الحديث. هذا هو اون ما بوكو بارلي دو فو، يعني راه هضروا ليا بزاف عليك بايجابيه بطبيعه الحال. اون ما بارلي دو فو. سالو سا فا سا تو دي كون فاس كونيسونس. الفرنسي تيقولوا بحال هذا الشكل هذا، سلام لاباس. سالو سا فا، سلام لاباس. اجي اش بان لك نتعارفوا، اش بان لك سا تو دي كون فاس كونيسونس، اش بان لك نتعارفوا. Ça te dit qu'on fasse connaissance. تتقال على شكل استفهام، يعني سؤال، تتقال على شكل سؤال. Tu recherches quoi ici؟ كذلك هذه من بين لي فراز اللي تيقولهم باش تهضر مع واحد الشخص، يعني واش تتقلب على شي حاجه هنايا، يعني شي حاجه. Tu recherches quoi ici؟ Tu recherches quoi ici؟ J'aime bien ton petit regard malicieux. المهم هذه عاوتاني تجي في سياق اخر، يعني انا تيعجبني داك النظره ديالك، يعني ماليسيو، يعني فيها واحد النوع من ماليسيو، حيله او داك النظره شويه مجبده او بحال هكا. جيم بيان طون بتي ريغار ماليسيو، هذه شويه عاوتاني في عاميه شويه. جيماجين با ما في سون توا، هذه تتقال كذلك حتى بالدارجه. ما يمكنش نتخيل حياتي او ما يمكنش نتخايل حياتي بلا بك. هي جيماجين با، ما يمكنليش نتخايل. ما في يعني حياتي، سون توا بلا بك، سون بلا توا هي نتايا. جيماجين با ما في سون توا. جو فو باسي لو ريست دو ما في افيك توا، يعني بغيت، حيت نقولو بالدارجه، بغيت نكمل حياتي معك. يعني يعني ترجمة بالمعنى وحرفيا، و جو فو باسي لو ريست، بغيت نكمل البقية ديال حياتي معك. يعني بغيت نكمل حياتي معك. جو فو باسي لو ريست دو ما في افيك توا، يعني تتقال بالنسبة لهاد الطرف الماسكولان سوا او الفيمينان. تو اي بارفي كوم تو اي، يعني انت زوين كيما نتايا، او انت زوينة كيما نتيا. tu es parfaite comme tu es. طبيعة الحال الانسان اللي تيبغيك، يعني تيبغي يتقبلك، خصو يتقبلك كيما نتايا او كيما نتيا. تنقولو tu es parfait comme tu es، وهذا هو الاساس ديال العلاقه. يعني باش تكون واحد العلاقه، يعني عندها واحد الارتباط وثيق ومزيان. vous valez mieux que ça، يعني نتايا او نتيا يعني تتسوى اكثر من هذا الشيء. vous valez mieux que ça. je suis une personne qui aime être entourée de ses proches.
هذه مثلا تجي في السياق الانسان تبغي تعرف على نفسك، يعني بهدف طبيعي الحال الزواج. جو سوي اون بيرسون كي ايم اتر اونتوري دو سي بروش، يعني انا واحد الشخص اللي تنبغي الجو العائلي، انا انسان يعني تنبغي الناس و يعني وتنبغي العشره العائليه، وبطبيعه الحال فيها يعني باغي ندير واحد العائله، هذا هو المعنى. Je suis une personne dynamique. باش تبغي تعطي واحد الصوره ايجابيه عليك تقول انا واحد الشخص، سواء الفامينا ولا الماسكولين، انا واحد الشخص لي ديناميك، يعني فيا واحد القوه والنشاط والحيويه. Je suis une personne organisée. يعني انا واحد الشخص منظم. Je suis une personne organisée. Je suis une personne sérieuse. يعني انا واحد الشخص لي معقول. Je suis une personne sérieuse. هادي تتقال هكا في الفيمينان، وتقول بطبيعة الحال الراجل والمرأة، يعني حيت لا بيرسون راه استامو فيمينان. Je suis une personne ambitieuse. يعني انا واحد الانسان طموح، انا واحد الشخصية طموحة، يعني بهذا المعنى، يعني يجينا ندير واحد الترجمة يعني حرفية باش نفهمو مزيان، يعني انا شخصية طموحة. Je suis une personne ambitieuse. هذه مهم تجي عاوتاني في سياق الكلام. جو مو ديبروي بيان اون كويزين، يعني بطبيعة الحال تتعرف على واحد فتاة مزيان تزيد بحال هاد الهضرة. جو مو ديبروي بيان اون كويزين، باش تحس بأنك راك عارف يعني راك غادي تعاونها. جو مو ديبروي بيان اون كويزين. سيريفو ليبر بور ان ديجوني دون لي بروشان جور pour évoquer ce sujet. يعني واش غادي تكون شويه خاوي باش نتغداو في هاد الايامات المقبله باش نهضروا في هاد الموضوع مزيان. هذا هو الترجمه. seriez vous libre pour un déjeuner dans les prochains jours pour évoquer ce sujet. باش نهضروا باش نجبدوا هاد الموضوع، ومن حتى تاخذ من هادشي داكشي اللي بغيتي. انا نعطيك الفكره العامه. pouvez vous m'appeler quand vous aurez du temps libre. يعني تسكن حتى ديجا، واش عندك شي يعني تقدر تعيط ليا ملي يكون عندك شي وقيت خاوي بحال هكا؟ تقدر تعيط ليا. pouvez vous m'appeler quand vous aurez du temps libre. يعني منين يكون عندك شي وقت خاوي. لو طون ليبر هو الوقت الخاوي. جيم بيان طون ستيل، يعني تعجبني ستيل ديالك، طريقه الباس وكل شيء. جيم بيان طون ستيل. te voilà enfin je te cherchais partout. اه الحمد لله ملي لقيتك قلبت عليك في جميع البلايص. je te cherchais partout. partout يعني في كل مكان. j'aime ton sens de l'humour. يعني تعجبني هاد الحس الفكاهي اللي عندك. j'aime ton sens de l'humour. quel est ton job. يعني غادي تبغي في سياق الكلام وفي سياق التعارف، يعني شنو العمل ديالك؟ quel est ton job؟ depuis combien de temps travailles-tu là؟ depuis combien de temps travailles-tu là؟ يعني شحال ديال الوقت وانت خدام هنايا، او شحال ديال الوقت وانت خدامه هنايا. est-ce que tu aimes ce que tu fais؟ هذه مهمه، يعني واش تتبغي داكشي اللي تدير، داك العمل اللي تدير واش تتبغيه؟ يعني الانسان بطبيعه الحال كان تيبغي واحد العمل غادي يعطي ويمشي بعيد، ولكن ما كانش يبغي داك العمل ديالو ما غاديش ينجح، او الافق ديالو يكون مسدود نوعا ما، السقف مسدود. comment sont tes collègues. يعني بحال تنقولوا مع من شتك مع من شباتك، هذه مهمه باش تعرف داك الشخص اللي انت تتهضر معاه. شكون هما لي كوليك ديالك؟ comment sont tes collègues. المهم هادو كلهم باش تعرف داك الشخص شكون هو. جيم طون لوك، يعني تعجبني الستيل ديالك. المهم لو لوك فيه كلشي.